اه يا جرح. فاضي يا اسطى؟ لا والله مستني فوق ياباني، مؤاخذة يا باشا. ده اللبناني يا اسطى. ولا العراق يا ريس، معلش في عطل في العربية بس. أبو زهرة حبابها مقفولة مواليد. سميحة وصباح وخالد وأحمد وإكرامي وهند وفاطمة عاملين إيه؟ الحمد لله. تمام الحمد لله؟ الحمد لله. Bonjour, shérif. صباح الخير. T'as bien dormi hier soir? الحمد لله. Shérif. نعم. Je veux te parler d'un sujet très sérieux. تفضلي. أنا من ساعة ما وصلت هنا مش شايفة غير ناس غريبة، ناس مش من مستواك. أنا ما غصبتكيش إنك تيجي معايا، أنت اللي أصريتي إنك تيجي معايا مصر. مش عاجبك خروجاتي، تفضلي خدي عربية وروحي أي حتة أنت عايزاه. مش عاجبك مصر، سافري. أنا بقى هقعد. أنا جاي هنا عشان أعيش الذكريات الحلوة اللي أنا عشتها في بلدي. أوكي. كون تو. بون جورني. صباح الخير. صباح النور يا فندم. صباح الخير يا دكتور. اتفضل العربية جاهزة. حمادة جه؟ حمادة؟ حمادة مين؟ حمادة محمد حسين السواق اللي كان معانا امبارح، مش ده سواق عندكم في الاوتيل؟ يا فندم، هو سواق عندنا في الاوتيل. خلاص انا عاوز السواق ده والعربيه دي، يبقوا هم اللي معايا على طول. حاضر يا فندم، انا هغير السكادجول بتاع السواقين وهيكون معاك النهارده ان شاء الله. شكرا. بعد اذن. محمد حسين، اجيبه منين دلوقتي؟ محمد حسين اعمل ايه انا في اليوم اللي مش عايز يعدي؟ الحقني يا مستر شوقي. في ايه يا ايمن؟ انت على طول تخضيني كده. الدكتور شريف عايز محمد حسين ومصر عليه. مين محمد حسين؟ السواق اللي كان معانا امبارح. يا سلام، امبارح كان مانجيزو والنهارده مصر عليه؟ بقوا اصحابي امتى دول؟ اتصرف يا ايمن اتصرف، انا مش فاضي. يا جرح. فاضي يا اسطى؟ يا جرح اتفضلي يا حاجه، اتفضلي اتفضلي. الو الو، صباح الفل يا ايمن باشا. ده ايه الصباح الجميل ده؟ لا 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 لا، انا هنا جنب الاوتيل. اجيلك. يلا يا ننوس. لحظه واحده يا ايمن باشا. خلص يا ننوس. انزلي يا حاج، يلا انزلي انزلي، البطاريه نايمه، يلا انزلي. نايمه يا مزهوك، ده انت اللي نايم. الله، انت وليه ليله الابد يا حاج؟ ايه يا حاج؟ بقول لك ايه، ما تكترش يا حبيبي وتعالى وديني مدينه نصر. فاضي ده، يلا يا حاج انزلي انزلي. يلا يومك يا حاج، وديني مدينه نصر. هتعمل ايه في مدينه نصر؟ هتمسحي هناك؟ بقول لك ايه، ما تكترش، وديني عباس الحقاد. يا ولية عباس الحقاد ايه؟ انت اللي زيك روح عباس الحداد مش الحقاد. ايه يعني مش هتركبني ولا ايه؟ اركب توك توك في تاكس. انزلي توك توك، انا هوريك التوك توك ده عين امك. وريني يا عين خالتك. هتعمل ايه بقى؟ انت ورديني ليه؟ بص، انت قد ابويا ومش عايز امد ايدي عليك. ابوك يا احمد، انا هوريك انا مين. الله، يلا. ايه يا بنتي؟ لا، نايم حالك. ينايم حالي؟ ما هو نايم لوحده. يا ناصر يا مان، عليك مره بربور على موسخ. لا لا، مش انت يا مان باشا. انت فين يا بن ادم؟ دي العربيه بتاعت امبارح، وده المفتاح بتاعها كده. دي عربيه الاستاذ ايمن، مش كده؟ دي عربيه الاستاذ ايمن. روح انت بقى ساعتك. بروح قلبي. أنا بحبك قوي يا حماد.
أنا كمان حبيتك من ساعة ما شفتك في الجراج. وأنا كمان حبيتك من أول يوم شفتك في الجراج. وأنا حبيت زياس الجراج. بتخني يا حمادة؟ مين زي؟ ده الجراج. جراج؟ تعال أركب. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه اللي بتعمله في عربيتي ده من آدم؟ هي دي عربية حضرتك ولا ايه؟ عربية حضرتي. انا والله بفكرها العربية بتاعت الشركة، ما خدتش بالي خالص والله، بتاعت الاوتيل قصدي. حقك عليا. لا ما هو كده ما يصحش خالص على فكرة. ايوه حاضر، ما خلاص انا قلت لحضرتك حاضر. اعمل ايه يعني؟ اكتب كتابي عليها يعني عشان خاطر اصلح غلطتي؟ حضر نفسك يلا. طب عم ابراهيم فين؟ مش المفروض ان كان اجازته تنتهي امبارح ويجي هو النهاردة؟ عم ابراهيم توفى. لا والله توفى كده؟ ده انا ما شفتوش. لا اله الا الله. طب انت هتدوني البدله بتاعته بقى ولا كفن ولا هتعملوا ايه معايا؟ مش فاهم انا. هنشوف لك بدله على مقاسك. اتفضل يا استاذ ايمن. ميرسي يا حماده. عجبتك؟ عجبتني ايه؟ دي ريحه مهببه دي. هو انت غسلت العربيه بايه؟ الظاهر انها غسلتها بعربيه، غسلتها بحاجه مش الصابون مش حلو. ايه؟ ايه ده انت بتعيط ليه؟ لا بس فرحان بالوظيفه. هي 10 ثواني بس وهتبقى زي الفل ان شاء الله. ايه يا حماده ده؟ ايه الريحه؟ ايه الريحه الفظيعه دي؟ ايه ده؟ لا بس انا الظاهر غسلت العربيه بصابون ريحته مش كويسه. الله 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 على مصر وهوا مصر وجو مصر. يا سلام، انا عايز اعبي صدري كده بهوا مصر. عبي يا باشا، الحاجه الوحيده اللي ببلاش. هو انت لازم تتفلسف؟ بطل فلحسه. فلحسه؟ عمر الباشا هات لنا 3 شاي. لا انا عايز حاجه ساقعه. وحضرتك شاي؟ 2 شاي واحد حاجه ساقعه. عندك 2 يا مسهرني وواحد دارت الايام بسرعه. على فكره دمه تقيل يا ولاد. ده مش هنتغدى ولا يا باشا؟ وانت ايه ما بتشبعش؟ ده كان سندوتش على المجد. القهوه دي فيها حاجه غريبه قوي يعني. ايه احنا في عز النهار، شباب قاعد مفروض يبقى في دراسه في جامعه، ورجاله قاعدين مفروض يبقوا في شغل مثلا، لا شغلانه ولا مشغله، وفي عز النهار في ايه؟ حبوا بعض يا باشا، حبوا بعض بقى في عشره. عشره؟ ولو حضرتك جيت كمان سنتين هتلاقيهم قاعدين نفس القعده. لا 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 والله البلد اتغيرت قوي، كل الحاجات اتغيرت بقى، في المحور والدائري وفي حاجات ما. ممكن يا محمد يا حسين توفر ثقافتك دي لنفسك وتسيب الاستاذ يستمتع بقعدته؟ انا مش بنسيه على حال الناس، 37 سنه غايب عن البلد. يا عم بقول لك الماتش متباع، امال انت فاكر ايه؟ كانت قادره تشيل نفسها. يا عم بطل الصنه المشروخه دي، وانت كل شويه تعمل الحدوته وتشارع على صفحتك الوسخه. صدق مفيش اوسخ منك انت. ايه ده هم بيتخانقوا ليه؟ لا لا ما تخانقوش، ده حوار عادي، مصر كلها بتتكلم كده دلوقتي. اتفضل انت مش متفاهم بالصوت العالي ده؟ طبعا مش سامعين بعض. على ابو شكلك. حسابها يا ابو الصحاب. شيريو
شيرين. شيرين. ايش يا ابو دكتور؟ وب وب ده انت هتتبسط قوي. انت لسه شفت حاجه؟ عارف يا حماده، انا لما سبت مصر كان التعداد 20 مليون. 20 مليون ايه، في الشهر ولا في ايه؟ انا مش فاهم يعني ايه زياده السكان اللي بتحصل دي. الكهرباء بتقطع كتير. ايه علاقه الكهرباء بالاستعداد؟ بص يا باشا، الكهرباء لما بتقطع هم بروحهم ايه، واخدين بعضهم ويخشوا يناموا، بيتقابلوا مع بعض في لحظه حلوه. اللحظه دي الحاجه الوحيده اللي موجوده في قلب بيتهم من غير فلوس، فبيعيشوا لحظه حلوه على حسابهم من غير ما يدفعوا مليم. لا 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 حماده، حماده البلد دي عشان تقف على رجليها عارف عايزه ايه؟ رجل صناعي. لا ليه؟ عايزه ناس بيحبوها زيك وزي العيال الصيع اللي في الشارع دي. عارف دي في اوروبا كانوا ضربوهم بالنار. بالراحه بس يا باشا، بالراحه شويه. ضربوهم بالنار، هاند بريك شويه. ضربوهم بالنار ليه؟ الناس دي يا باشا اهاليهم واكلها متغمزه جوه مغطيه بالهواء، الواحد منهم بيخلف عيل واثنين وثلاثه واربعه ليه؟ تفتكر يعني عشان خاطر يبقى في عزوه وانا ياما هنا وياما هناك واوعى؟ لا، تعليم نظارات وادب واخلاق برضه ما ياكلش، انما بيخلف عيل واثنين وثلاثه عشان خاطر ينزلوا يصرفوا عليه وياكلوه. انت بس مش شايفهم عشان مش عايش عيشتهم ولا شايف دنيتهم. انا مش شايف دنيتهم، انا ما عشتش عيشتهم. ايه ده بس بالراحه، مرفوض انا كده ولا ايه؟ 12 الظهر تكون عندي هنا، فاهم؟ حاضر يا باشا. شيرين. شيرين مين؟ واحد صاحبي ما تعرفوش. الله، ده قصيني الباشا. الباشا قصيني. ولاد امي لسه جاي دلوقتي من اسكندريه. اوعى. انت بتروح قضيه. لسه راجع من اسكندريه دلوقتي. اسكندريه؟ لسه راجع. طب كنت خرجني وخلي المصيف عليا. انا قلت لك انا عايز اصيف، انا ما بعرفش اعوم. انا هخليك تغرق في دمك بقى. هدى. ارمي سلاحك يا عم.